صوتها كده ويكونوا مع بعض كده. طبعا في شويه حاجات جوه كتير شويه ما معكوش مدرب صح؟ لو معاك مدرب كنتوا هتبقوا حاجه قنبله، وعندكم شويه باور صغار كانت حلوه، شويه تدريب، شويه لما اتمرنتوا على حمام الجامعه هيفرق كتير جدا معاك. بس انتوا كمجموعه كده مع بعض يعني بتطلعوا من الحاجات الجميله. احييكم بجد على يعني الخامات الجميله اللي انتوا بتتمتعوا بيها، الروح